حصلتنا احنا نمثل في غبار الهجير مع العم ابو صالح العنيزان الله يغفر له. الله يجعله الجنه. ابراهيم العنيزان يمكن شفته كان مثل معنا في غبار الهجير كبير في السن. كان ينام هو يعني في سكر وكذا وكان ينام في السياره. يفتح الصندوق الحوض وينام في فراشه هناك. احنا كنا تصوير في مزرعه. احنا ننام في الغرف. يوم من الايام جاء واحد من الشباب قال الحقوه. العم ابو عنيزان يكلم بالجوال ويقول انا حي انا ما مت انا حي انا. طبعا احنا لما قال بمشي للبيت قلنا وش السالفه؟ قال سبحان الله قال ما ادري شلون انا نايم وجاء واحد في ناس كانوا يجون يجلسون حولنا قريبين منا ما هم عندنا بالتصوير. يقول في واحد شكله من ذولاك يقول جاء وكانوا اهلي يدقون يقول رد قال من هو؟ شايب ميت. مصدوم اي والله قال ان راعي الجوال ميت. اعوذ بالله. يقول والاهل انهبلوا وبناتي وعيالي. قلنا وينهم الان اهلك؟ قال في البكريه. قلنا ركب ركبنا انا وابو انس الحميد رحنا لمه وهو يكلم ما زال يكلم انا ما ادري من هو اللي رد عليكم انا نايم ما كنت ادري وش من هو طيب وش قالكم؟ والله العظيم يعني بعد قبل يعني ما بين الخبر و السلام عليكم. هلا يا بيسو. طبعا بردح هذا شو اسمه. تعال هنا بيسو. تعال هنا خش تعال فريحي يا حق. ما بين حطه ورا ما بين اتصالهم الين وصلنا يمكن نص ساعه كذا. والله يوم وقفنا عندهم طلعوا من الاستراحه تشوف يعني هم ما تمالكوا انفسهم. البنات والله حتى الخادمة طلعت تبكي وتسلم عليه يعني موقف كأنه الله حياه بعد موت يعني هم قام تقين ميت. سبحان الله عجيب. ثم جاء سبحان الله ذاك الموقف عجيب لي أنا.